جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إنهم في منطقتها يبنون غرف ثم يدخلون بها الموتى، وبعد أن تبلى أجسامهم تؤخذ مرة أخرى وتدفن جميعها في مكان واحد، فما حكم ما يفعلون؟ السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنه يحفر للأموات في الأرض ويوضع فيها لحود في جانبها القبلي أو في وسط القبر، ثم يوضع فيها الميت ويسد عليه باللبنات ثم يدفن بترابه، هذا هو السنة. أما بناء غرف وضع الأموات فيها إلى أن يصيروا عظاما ثم يجمعون عظامهم وينقلونها، هذا لا يجوز إلا إذا كان هذا الأمر لحاجة، بأن لا يوجد في البلد أو حوالي البلد لا يوجد أراضي يدفن فيها الأموات، فلا بأس أن تعمل هذه الغرف، ولكن يرفق بعظام الأموات ولا تكسر ويعتنى بها. أما إذا كان هذا يعمل من غير حاجة وعندكم أراضي صالحة للحفر فيها والدفن، فإن المتعين أن يعمل في القبور ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل في قبور المدينة. نعم.